فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا نزعت الشراب في مدة المسح وأنا على طهارة، فهل ينتقض وضوئي وكذلك بعد انتهاء مدة المسح؟ نعم، ينتقض وضوءك إذا خلعت الممسوح من شراب أو خف أو كنادر. إذا خلعته وظهرت الرجل بطل الوضوء، فلا بد من إعادة الوضوء. وكذلك إذا تمت المدة فإنه يبطل الوضوء بتمام المدة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد يوما وليلة. مفهوم الغاية أنه بعد تمام المدة لا يمسح ولا يبقى حكم المسح بعد تمام المدة. نعم.